بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تمهيدان قبل تتميم الرواية الشريفة التمهيد الأول أن الثواب فضل من الله عز وجل لا أنه مقابل لعمل صالح يفعله المرء فإن يعمله المرء إنما هو أيضا بتوفيق إلهي وبعناية إلهية يعني أي واحد حتى الأنبياء والرسل عند الله لا يستحقون أي شيء وإنما الذي أدوه أدوه بلطف إلهي كانت وظيفة إذا العبد يعمل للمولى أمرا شيئا طلبه منه المولى بعد ذلك هل العبد أن يتوقع من المولى الثواب كلا هاي وظيفة أدوه ما يتوقع الثواب أنا لو أعطيت لزيد هدية دار بيت بعد ذلك قال لي شكرا فهل مقابل الشكر أنا لازم أدفع له مال أيضا لو قلت ما دام أنت شكرتني فتستحق علي ألف دينار لا هذا مضحك أصلا الله عز وجل أفاض علينا الوجود وكل هذه التوفيقات من الله وفي المقابل طلب منا أمورا ونهانا عن أمور فتقديم ما طلبه والعمل بمطلوبه والانزجار عن ما نهاه هذا أقل وظيفة أي عابد لذلك الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام السلام كانوا يرون أنفسهم مقصرين دائما طبعا يعني القصور مو تقصير يعني البدن المخلوق ما يمكن أن يؤدي أكثر من هذا كانوا من شدة العبادة يقعون على وجوههم كالخشبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها من شدة الوقوف في العبادة تورمت قدماها هذا كل أيضا كانوا يحسون بالقصور يعني قصور المخلوق ما يمكن بعد بهذه الهيئة الخاصة أن يؤدي أكثر من ذلك رسول الله كان يريد أن يؤدي الأكثر فالله عز وجل قال ما أنزلنا عليك طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. في الليل ماكو داعي أنت تقوم الليل كله والنهار كله مع الناس. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إذا الثواب إنما هو فضل من الله. هذا الأجر الذي يعطيه الله على العمل الصالح هذا فضل ولطف. كل وجودنا لطف كل عمل صالح نعمله لطف من الله وكل ثواب يتفضل به علينا الله عز وجل فهو لطف ايضا هذا من جهه من جهه اخرى بالتلازم تتميما للمطلب نقول ايضا العقاب من الله عز وجل تجاه فعل سيء هذا ايضا العقاب المحدود هذا ايضا لطف من الله وإلا في دعاء الإمام السجاد أن من يهم بفعل المعصية استحق جميع عذاب الخلق وأنه أنه يفعل المعصية ينوي معصية رب الأرباب الله ينوي المعصية يعفو عنه طبعا النية تدعو الإنسان للعمل لذلك النية من هي؟ يعني نية الحرام هذا مو محرم شرعا ولكنه ولكنها تؤدي الإنسان إلى الحرام اللي ما يفكر بالحرام ما يفعل الحرام طبعا لأنه كل حرام له مقدمة ومن المقدمات النية إذا واحد ما قصد حرام ما يفعل الحرام لذلك يقول في رواية عن يمكن النبي عيسى عليه السلام أن موسى أمركم بأن لا تذنبوا مضمون الرواية وأنا أمركم بأن لا تفكروا في الذنب الذنب يعني اشتعال الدار التفكير في الذنب مثل إذا واحد يخلي هنا أوراق ويشعلها البيت كله يصير أسود هذا الدخان ينتشر في البيت فتفكير الذنب ولو الذنب في النية هذا يسبب سواداً في قلب الإنسان وهو هذا الذي يدعو الإنسان إلى الحرام والعياذ بالله لذلك لاحظوا دعاء الإمام السجاد ولقد كان يستحق في أول يعني البشر العابد يستحق في أول ما هم بعصيانك شنو يستحق كلما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك بنية العصيان طبعا البعض قالوا الهم بالعصيان يعني الاشتغال بالعصيان مثل إنما يريد الله ليذهب عنكم هذه الإرادة يعني الإرادة الخارجية المتحققة خارجا في فعل ولكن هذا خلاف الظاهر أصل نية العصيان لماذا؟ نية العصيان توجب يعني الله عز وجل شن اللي يريد يعاقب الخلق العاصي كل ذلك العقاب يستحقه من هم بعصيان الله عز وجل لماذا الحكمة هنا لانه لا منتهى لعظمه الله اكو منتهى لعظمه الله الله غير محدود فعظمه الله غير محدوده ايضا فلا منتهى بقبح معصيته ما دام لا منتهى لعظمه الله لا منتهى لقبح معصيته ولا منتهى لقبح النيه على المعصيه فيستحق الناوي للمعصية مهما كانت صغيرة لأشد أنواع العذاب شوفوا أنت لا تشوف شنو اللي عصيته لا تستصغر ذنبا انظر إلى من عصيت أنت دا تخالف يمكن واحد يقف أمام ملك إذا شوية يتحرك حركة زائدة الملك يأمره بالسجن ليش؟ لأنه أنت واقف أمام الملك أنت اللي أفاض الله عليك كل وجودك تهمه بمعصيته إذن شوف عظمة من هممت بمعصيته فلذلك تستحق العقوبة وكل فعل حسن يصدر من الإنسان هذا أيضا من الله لذلك في الحديث القدسي يا ابن آدم أنا أولى منك بحسناتك الحسنات التي يصدر من الإنسان يجب على الإنسان أن يشكر الله على أن وفقه لأداء الحسنة ويشكر الله على أن وفقه لشكر هذه الحسنة وهكذا يعني كل شكر يستلزم شكرا جديدا لأنه توفيق من الله عز وجل فإذا طبعا هذا ما ينافي جزاء وفاقة يعني الجزاء على قدر المعصية وعلى قدر المعصية الثواب على قدر العمل الصالح أو هل تجزون إلا ما كنتم تعملون أو في آية أخرى وما ربك بظلام للعبيد استحقاق العقاب أمر ولكن فعلية العقاب الله عز وجل في هذه الدنيا في هذه النشأة سن قوانين قال اللي نوى المعصية أنا أعفو عنه هذا بتفضله أيضا ومن فعل معصية صغيرة فله كذا من العقاب، ومن فعل معصية كبيرة فله كذا من العقاب، ومن قتل وليا من اولياء الله كسيد الشهداء عليه افضل الصلاة والسلام السلام، فله ذلك العقاب العظيم. هذا اللوط يعني من الله عز وجل في هذه النشأة هكذا سن الله. أما بالنسبة إلى الاستحقاق فالاستحقاق موجود هذه النية تدل على خبث سريرة الإنسان وهذه السريرة تدعو الإنسان إلى النار يعني هذا الخبز المفروض يدعو الإنسان إلى النار زياني. هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية أو الأمر الثاني أنه العاقل ما يدعو الإنسان إلى الجنة كما في الرواية العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان هسه واحد يمكن يكون ذكي يكون داهية يكون عبقري بس إذا عنده غرور إذا عنده عجب بنفسه إن كان مستكبرا هذا ما يرضخ للحق كثير من الأحيان المهم أن يص أن يجعل الإنسان نفسه قلبه قلب صافي ماكو بي غش ماكو بي نوع من أنواع الاستكبار والاعجاب بالنفس كثير ممن عاصروا الانبياء والائمه عرفوا الحق حق معرفته وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم هذول كانوا عباقره كثير منهم كانوا كبار في اقوامهم كبار التجار كبار الشخصيات كبار السياسيين مع ذلك كان يخالف لماذا يخالف يقول انا اجي اتبع واحد غيري هو على حق وانا على باطل؟ هنا نفد منعطف خطير. الانسان يجب ان يتبع الحق. هذا لازم من من اليوم الاول يجعل في نفسه هذا الشيء. اذا جعل يعني ربى نفسه على اتباع الحق كيفما كان له او عليه هذا يتوفق. مو صعب عليه ان يغير، اذا انا كنت اؤيد شخصا لمصلحة دينية ورا عشرين سنة ورا سنة شفت هذا الشخص منحرف والآن وصلت إليه المصالح ووصلت إليه الدنيا يعني أنا كنت أية شخص وهو ضعيف وهذا سبب ضعف لي عندما كنت أراه على حق بعد فترة لذلك ذلك الشخص وصل إلى مكانة مرموقة وصل إلى مال كثير إلى كرسي سلطنة شفت على باطل هنا أنا بعد سهل علي أن أتركه مع أنه الآن بقائي وياه يوجب المصالح لي إذا وطن الإنسان نفسه أن يتبع الحق بعد ما تهمه ظواهر الدنيا الزخارف الموجودة في الدنيا يتبع الحق لذلك كبراء قريش هؤلاء مع أنهم كانوا حقيقة عباقرة كثير منهم في الفهم ولكن لم يستعملوا عقولهم وانما غلبتهم شقوتهم انكروا على رسول الله صلى الله عليه واله بل سببوا افساد الباقيين يعني الان نجي نذكر في هذه الروايه في احتجاز الرسول صلى الله عليه واله مع جماعه من المشركين انه كيف كان يفكر ليوجب إغواء وإغراء العوام، يعني أدلة ظاهرها أدلة قوية ولكن في الباطن هي شيء هذا مو دليل وإنما هذا نوع من المغالطة ولكن أثر على العوام تأثير كبير وبالغ جدا عموما إذا واحد ما يفهم ما يقدر يجيب أدلة بصورة قوية ومغالطات ظاهرا مغالطات يعني منطقية ظاهرها دائما العالم اللي يجي يوجب انحراف الناس الجاهل ما يقدر ان ياخذ بايد الناس الى الضلاله العالم اللي ياخذ يد الانسان الى الضلاله فالمهم ان يحكم الانسان عقله امير المؤمنين سلام الله عليه يقول وما والله ما معاويه بأدها مني ولكن يغدر ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهتي للغدر لكنت اذهل عقله معاويه اكتسب الساحه وامير المؤمنين بقي وحيدا هذا كان الواقع امير المؤمنين بقي وحيدا يعني مع مجموعه قله لذلك نشوف في الامام الحسن هذه الظاهره تجلت الى ان اضطر الامام ل ان يعقد الصلحة مع معاويه زين مثلا الو... الوليد ابن المغيره كما في هذه الروايه التي سنقراها ان شاء الله. هذا حقيقه كان عبقري. بس الله عز وجل في القران يقول: "انه فكر وقدر فقتل كيف قدر"، حقيقه تقديره كان تقدير يوجب اغواء العوام واغراء العوام. ذرني ومن خلقت وحيدا. في كل عام كانوا يغيرون ستار الكعبه فكل القبائل تجتمع، هو قال كان تاجر كبير. هو قال انا في عام اغير وانتم القضاء كلكم في عام غيروا لذلك اصبح وحيده في بعض التفاسير ذرني ومن خلقت وحيده او يمكن ابن زناكا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا الى اخر الايات المباركه هذا اتى الى رسول الله صلى الله عليه واله واستمع الى بعض الايات قال اقرا لي من شعرك قال لست بشاعر وانما هذه ايات الهيه الله وجل قال طيب خلي استمع لهذا لما تقول فالرسول صلى الله عليه قرأ له بعض الايات فقشعر بدنه ووقفت كل كما في الروايه كل شعره في بدنه من قوه هذا المنطق في الايات المباركه فبعدين ذهب الى بيته الناس جاءوا الى ابي جهل قالوا هذا تاثر برسول الله صلى الله عليه واله ابو جاهل راحل, راحل للبيع قال يا عم نكست رؤوسنا شنو قال لا انا ما متاثر به هذا ليس بساحر ليس بشاعر هذا مو شعر ولا خطابه انا سامع خطابه انا سامع شعر الخطابه كلمات مثلا مرتبطه هذه كلمات متقطعه كثير منها مو مرتبطه وليس بكاهن وانما نقول انه ساحر يسحر الناس لانه حقيقه لكلامه جذب هائل فكلمه ساحر منه هذه التوهمات التي القاها بين المستمعين ايضا منه انه انت اذا رسول خلي يكون في وياك يسندك خلي الله يجي يضمنك نشوفه خلي يكون لك بيت من زخرف او ترقى الى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه وهم اخير شيء بعد كل هذه الحالات أن يكون لك جنة بستان عظيم في مكة ومكة بلد كله جبال ووعر وما يمكن أن يكون هناك بستان من عنب وغير عنب عيون تفجر عيون في أراضينا هاي أراضينا جرداء موات عيون خلي يعني قضايا اللي رسول وبعدين هم يضيف أنه وإن إن فعلت ذلك مو معلوم قد نؤمن لك وقد نقول بأنك ساحر والعياذ بالله هذا شنو معناه؟ هذي العوام يتاثرون يقولون طيب خلي رسول الله صلى الله عليه واله يكون له بيت من ذهب. خلينا نطمئن. ثانيا ليش على رسول الله اللي شخص من ال... يعني الافراد العاديين في في مكه من عائله جيده بس هو كشخص شخص عادي. خلي القران خلي الوحي ينزل على رجل عظيم من مكه او رجل عظيم من طائف. امور توجب اغراء العوام. وا يؤثر على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله طيب حس لاحظوا ولا نقول كما قالت اليهود والنصارى إن لك ولدا تعاليت عن ذلك قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ليس له ولد كما ذهبت النصارى واليهود قال فذلك قوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقال الطائفة غيرهم من هؤلاء الكفار ما قالوا نفس الكلام قال الله تعالى يا محمد تلك امانيهم التي يمنونها امنيات بلا حجه انه يتصورون انهم هم الذين يدخلون الجنه دون غيرهم قل هاتوا برهانكم وحجتكم على دعواكم ان كنتم صادقين كما اتى محمد صلى الله عليه واله ببراهينه التي سمعتموها، جيبوا براهينكم. ثم قال: بلى من اسلم وجهه لله تعالى. يعني كما فعل هؤلاء الذين امنوا برسول الله صلى الله عليه واله لما سمعوا براهينه وحجته اسلموا لرسول الله. وهو محسن في عمله، اقتران الايمان بالعمل الصالح. دائما في القرآن أكو اقتران للإيمان بالعمل الصالح المؤمن إذا ما يعمل عمل صالح فقد أتى بجزء الطائرة لا تطير بجناح واحد وإنما بجناحين هذا ما يقدر يرتقي إلى الجنة إذا مؤمن ولم يعمل صالحا أو عمل الصالح وليس بمؤمن هذا ما ينفع الشيء بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن في عمله فله أجره وثوابه عند ربه هذا فله مو جزاء لعمله وإنما التفضل من الله عز وجل ما يستحق الثواب أبدا الله عز وجل هكذا تفضل يوم فصل القضاء ولا خوف عليهم حين يخافون حين يخاف الكافرون مما يشاهدونه من العقاب ولا هم يحزنون عند الموت لأن البشارة بالجنان تأتيهم من حالة الموت كأنما يكشف عن بصرهم ويرون مقاعدهم في الجنة احتجاج النبي صلى الله عليه وآله على جماعة من المشركين عن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أنه قال قلت لأبي علي ابن محمد عليه السلام هل كان رسول الله صلى الله عليه واله يناظر اليهود والمشركين اذا عاتبوه يعني اذا لاموه على فعله يعني, يعني يرون افعال رسول الله صلى الله عليه واله ما تعجبهم افعال رسول الله فيعاتبوه ويحاجهم يعني رسول الله يحاج هؤلاء المشركين قال بلى مرارا كثيرا منها ما حكى الله من قولهم وقالوا المشركون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق هذا واحد مثلنا لولا أنزل إليه ملك إلى قوله رجلا مسحورا وأيضا قالوا المشركون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني من مكة أو طائف والمفسرون يذكرون من في مكة كان من كبار أهل مكة ومن كان في الطائف وقوله عز وجل وقالوا اي المشركون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا احنا في مكه هنا ارض لا يمكن ان اي ارض يعني من نتيجة ما يمكن زرعها اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ما يمكن الزرع تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله كتابا نقرأه ثم قيل له في آخر ذلك لو كنت نبيا كموسى موسى شلون دعا على آل فرعون فنزل أصناف وأنواع العذاب عليهم لو كنت نبيا كموسى أنزلت علينا كسفا من السماء يعني قطع, قطع مكثفة متراكمة من السماء ونزلت علينا الصاعقة في مسألتنا إليك هذا اللي نسألك لأن مسألتنا أشد من مسائل قوم موسى لموسى عليه السلام قوم موسى اللي طلبوا بني إسرائيل اللي طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة ماذا صار؟ فأخذتهم الصاعقة الأربعين اللي أخذهم موسى إلى جبل الطور فمسالتنا مو اهون من تلك المساله. قال وذلك ان رسول الله هذا التفصيل. الامام العسكري عن والده ينقل هذا التفصيل وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله كان قاعدا ذات يوم بمكه بفناء الكعبه اذا اجتمع جماعه من رؤساء قريش منهم الوليد بن المغيره المخزومي. هذا كان كبير اهل مكه وابو البختري. وابن هشام كبيرهم يعني من ناحيه المال وشخصيه مرموقه وابن هشام وابو جهل والعاص بن وائل السهمي وعبد الله بن ابي اميه المخزومي وكان معهم جمع ممن يليهم كثير مجموعه ورسول الله صلى الله عليه واله في نفر من اصحابه يقرأ عليهم كتاب الله ويؤدي اليهم عن الله امره ونهيه الرسول بدا ينصح اصحابه و يقرأ القرآن فقال المشركون بعضهم لبعض لقد استفحل أمر محمد. استفحل يعني تفاقم اشتد هذا في اليوم الأول ما كان ويا إلا علي بن أبي طالب وخديجة الآن صاروا مجموعة يقرأ عليهم القرآن تفاقم اشتد أمره وعظم خطبه. فتعالوا نبدا بتقريعه يعني تعنيفه لومه تانيبه وتبكيته وتوبيخه نفس المعاني مترادفه والاحتجاج عليه وابطال ما جاء به ليهون خطبه على اصحابه يعني يحقر يهون يحقر شأن عند اصحابه ويصغر قدره او قدره عندهم فلعله ينزع عما هو فيه من غيه وباطله وتمرده وطغيانه ينفصل عن هذا الغي والعياذ بالله فان انتهى فبه والا عملناه بالسيف الباطر نحاربه قال ابو جهل فمن الذي يلي كلامه ومجادلته من منكم اللي يريد يروح يتباحث وياه يتناظر معه قال عبد الله بن ابي اميه المخزومي أنا إلى ذلك أَفَمَا تَرْضَانِي لَهُ قِرْنًا قرنًا جمع أقران قرن يعني النظير في الشرف والمكانة والمال النظير يعني النظير من كل الجهات يسموه قرن هو جمع أقران أَفَمَا تَرْضَانِي لَهُ قِرْنًا مثيلًا له في الشجاعة في البلاغة حسيبًا يعني كافيًا يعني أنا حقيقة مستوى كفو له ومجادلا كفيا قال أبو جهل بلى زين تروح فأتوه بأجمعهم فابتدأ عبد الله ابن أبي أمية المخزومي فقال يا محمد لقد ادعيت دعوة عظيمة وقلت مقالا هائلة زعمت أنك رسول الله رب العالمين وما ينبغي لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين أن يكون مثلك رسوله بشر مثلنا، ليش؟ لانك انت واحد مثلنا، بشر مثلنا. تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب وتمشي في الاسواق كما نمشي. فهذا ملك الروم، شوفوا الاقتران، هذا اللي يؤثر على العوام. وهذا ملك الفرس لا يبعثان رسولا إلا كثير المال. الرسول لازم يكون شخصية ذو مكانة اجتماعية عظيم الحال، له قصور ودور وفساطيط بيوت من شعر وخيام وعبيد وخدام ورب العالمين فوق هؤلاء كلهم فهم عبيده ولو كنت نبيا الامر الاول اذا لازم يكون لك شان كبير في قومك واموال كثيره النقطه الثانيه انه ولو كنت نبيا لكان معك ملك يصدقك ونشاهده الملك خليه يجي يكون وياك احنا نشوفه وهو هم يأيدك بل لو أراد الله أن يبعث إلينا نبياً لكان إنما يبعث إلينا ملكاً لا بشراً مثلنا ملك وفد واحد أعلى منا احنا نتبعه ليش واحد مثلنا احنا نتبعه؟ ما أنت يا محمد إلا رجلاً مسحوراً ولست بنبي سحروك فقال رسول الله صلى الله عليه واله هو هذا لك وانتهى هل بقي من كلامك شيء؟ قال بلى لو اراد الله، اضافه، لو اراد الله ان يبعث الينا رسولا لبعث اجل من فينا اجل من فيما بيننا اكثره مالا واحسنه حالا فهلا انزل هذا القران الذي تزعم ان الله انزله عليك وابتعثك به رسولا، المفروض ان الله عز وجل ينزل القران على رجل من القريتين، يعني مكة أو الطائف، عظيم، إما الوليد بن المغيرة بمكة، وإما عروة بن مسعود الثقفي بالطائف، كبروا هذين البلدين. فقال رسول الله صلى الله عليه واله هل بقي من كلامك شيء يا عبد الله؟ فقال بلى، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا بمكة هذه. فإنها ذات أحجار وعرة وجبال. تكسح أرضها كسح بيته يعني كنس بيته الرياح تكسح الأرض يعني تشق التراب عن الأرض وتحفرها وتجري فيها العيون فإننا إلى ذلك محتاجون هاي أرض سبخة إحنا نحتاج إلى العيون فيها أو تكون لك جنة من نخيل بستان من نخيل وعنب فنأكل منها وتطعمنا وتفجر الأنهار خلالها بين هذه الأشجار خلال تلك النخيلة والأعناب تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا يعني قطعا قطعا مركبة فإنك قلت لنا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم يعني سحاب متراكم يتصوروا هذا كأنما قطعة من السحاب هذه القطعة تنزل ما دام تقول انه يمكن ان السماء تنزل يلا راوي لنا ثم قال او تاتي او تاتي بالله والملائكه قبيله، قبيله كما ذكره المفسر يعني ضامنا كفيلا يجون يكفلوك يقولون هذا يصدق وكيف تاتي به؟ يعني الله ياتي عندك يقف كانما هو جسم وبهم بالملائكه وهم لنا مقابلون وهكذا يكفلونك او يكون لك بيت من زخرف ذهب تعطينا منه وتغنينا به فلعلنا نطغى يعني نستكفي نستكفي بعد يعني نكيف وإنك قلت لنا حتى يثبت صدق كلامك كلا أن الإنسان اللي يطغى أن رآه استغنى يعني إذا رأى المال والمقنى والسلطة والكذا يستغني عن كل شيء خلينا نشوف إحنا بنستغني هل نستغني عن كل شيء أم لا إلى أن نصل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين